رئيسية الأجواء مشاهدينا، أهلا بكم إلى أبرز ما جاء فيها من عناوين. وزارة الداخلية تحذر الولات ومديرية التربية من التعامل مع المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ. وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بالمهدي يصل إلى مصر للمشاركة في المؤتمر 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وتتابعون في نشرتنا: الجزائريون يتضرعون لله عبر صلاة الاستسقاء في ظل الجفاف. أهلا بكم مشاهدين مجددا إلى تفاصيل نشرتنا. في البداية، حذرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية جميع ولاة الوطن من التعامل مع الجمعية المسماة المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ لتواجدها في وضعية غير قانونية. وحسب برقية من الأمانة العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليم تحمل رقم 1446 بتاريخ 5 فبراير 2022، تم إرسالها إلى ولاة ولايات الوطن والذين بدورهم قاموا بإخطار ومراسلة مديرية التربية بذات الولاية بعدم التعامل مع هذه المنظمة ومكاتبتها الولائية والبلدية كونها تتواجد في وضعية غير قانونية. وصل أمسية يوم الجمعة وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بالمهدي إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك للمشاركة في مؤتمر 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي سينعقد تحت عنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام للمجتمع والعالم يوم 12 و13 فبراير 2022 بالقاهرة. وكان في استقباله كل من الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة والدكتور نوح العيساوي وكيل الوزارة شؤون المكتب وزير الأوقاف المصري والدكتور محمد ناصر مدير عام لإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة، كما حضر الدكتور نور الدين جناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية. أقام المصلون اليوم عبر كامل مساجد ربوع الوطن صلاة الاستسقاء كما جاء قرار الوزارة بعد الجفاف الذي مس العديد من ولايات الوطن. ونظرا للطلبات الملحة من المواطنين بخصوص إقامة الاستسقاء وعملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي تبث عنه أنه إذا حل الجفاف خرج إلى المصلى فاستسقى. التغطية والمزيد في ميكروفون الزميل عادل علاق من البليدة. أقيمت بمسجد حفصة أم المؤمنين بولاية البليدة صلاة الاستسقاء بعد تسجيل تأخر في تساقط الأمطار بعديد ولاية الوطن، صلاة تقرب فيها المصلون بالاستغفار والتوبة والدعاء لله سبحانه طلبا للغيث، وهو ما كانت دعت له وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، صدق الله العظيم. وإحنا الإنسان يعني ربي يبتلي الناس ساعات يعني بالأمطار، ساعات بالزلازل، ساعات بالرياح، ساعات بالطوفان، وهكذا ربي يمتحن البشر. ولكن البشر لما يعني يعودوا عن الطريق المستقيم ربي يبتليهم. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من المال والأنفس والثمرات إلى آخر الآيات. هذا الاستسقاء هي سنة مؤكدة في الشريعة الإسلامية، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني استسقى وانزل المطر. ولكن لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولاوا يسقوا بعمه العباس، وهذه الاستسقاء يعني سنة مؤكدة. والناس يعني لو كان قبل ما يصلوا صلاة الاستسقاء يصوموا 3 أيام ويصدقوا ويردوا المظالم للناس لعل الله يرحمهم بهذا المطر هذا، وربي إن شاء الله يرزقنا بالمطر الصالح، وربي إن شاء الله يغيثنا بغيث صالح نافع.
إلى الأخبار المحلية، ومن مستغانم تم نهار أمس تشييع جنازة الفنان جمال بن صابر عن عمر ناهز 81 سنة بعد صراع طويل مع المرض. المرحوم يشهد له بالسيرة الحسنة والأخلاق العالية، خدم الفن منذ نعومة أظافره إلى آخر رمق من عمره. إن لله وإنا إليه راجعون. المراسلة كانت للزميل تواتي بالعربي. بجو ديجا بالخميس وتوفى كيما الوالد، ودرنا لها كيما بغى والحمد لله. هو حاجه برك راهي في قلبي اللي ما داروها لاش اونيفو دي وزير الثقافه ولا نابورت كوا اللي تقولوها قولوها. يلا اونفي باش يقعد التاريخ تاع مسغاليم كاين، كان باغي يدير كاكي دور واحد ما عاوناش اونيفو الموساكانا اونيفو دالج. هذيك ثلاثة زادت ماتت، هذيك ثلاثة، هذيك ثلاثة. الثقافة تهدر ونديرو ونديرو، ما داروا كودل حاجة، ما داروها لاش. شنو نقول لهم؟ ربي يكويلهم. خدمت مع جمال مدة 20 سنة كمسؤول مالية، وما شفنا من هذا الإنسان إلا الخير. تعاملنا معاه بكل جلد، لكن شاء القدر به يروح. فاجئة كبيرة كما نقولوا المدينة من الصغالم. واش نقولوا؟ نقولوا ربي يرحمه ويوسع عليه، وان شاء الله بربي ندعو له الرحمه لكل كفنانين باسمي واسم كل الفنانين. جمال سي الاخ، جمال سي الاب الروحي تاع المسرح اللي كان يلم كاع الناس هنا في مستغانم. كنا نجوا هنا سي بور جمال، سي بور لو تياتر. جمال إلا في بيزوان دو نو، كان محتاجنا، كان محتاجنا كنا نوقفوا معاه. خلى بصمه تاعو كبيره في الميدان، يسمى براجل الملحمات. كان الاول من عمل ملحمات مستغانم، ملحمة سيدي الخضر هنا في مستغانم. له العديد من المسرحيات، حوالي 50 مسرحيه. واش نقول؟ ان لله وانا اليه راجعون. فقدنا يعني قامه من قامات الفن، وخاصه بالنسبه للفن، الفن المسرح هذا الفنون. خليني نعزي نفسي ونعزي كل رجال المسرح، خاصه ابناء مدينه مستغانم، في فقدان ورحيل احد اعمده المسرح الجزائري. يعني كي نقولوا اعمده ونذكر مستغانم، يعني مباشره عقلتنا وعقلنا وافكارنا تروح مباشره لجمال بن صابر، لانه كان مرجع. رانا هنا من مدينه وهران، جينا لولايه مستغانم، ولايه جمال بن صابر الاخ الصديق والاستاذ والقامه من قامات الجزائر، اللي هو السيد المرحوم جمال بن صابر رحمه الله. جينا نعزي ليس عائلة جمال بن صابر، جينا نعزي أنفسنا. والعمل تاعو يبقى قدوة، لخاطر هو كان يعمل بزاف التكوين، يعمل بزاف في الجو الجمعوي، الجو التطوعي، كان يخدم في هذه، وهو عمل كلش. نشيعه اليوم بحضور محبيه، أصدقائه، رفقائه، الذين أيضا جسموا معه مسيرة من العطاء الفني كمخرج، ككاتب، كأستاذ، كمسرحي، كمحافظ أيضا سابق لمهرجان مسرح الهواة الذي أبدع في إخراج مختلف طبعاته. شرع المجمع بيوكار المتخصص في إنتاج المواد الصيدلانية وكذا المواد التعقيم بسيدي قاسي بلدية بن مهيدي ولاية الطرف في إنتاج 3 مواد مضادة لكوفيد-19. المجمع يساهم في تغطية السوق الوطنية بالأدوية بنسبة كبيرة، كما يساهم كذلك في تقليص فاتورة الاستيراد قيمتها 12 مليار دينار جزائري، ما يعادل 7 مليون أورو. المزيد من التفاصيل مع محمد رشيد قبع. اسم عمراوي عبد القادر، مدير عام من الصناعة الصيدلانية في مجمع بيوكير. هذه الوحدة مختصة في إنتاج كل المستحضرات تاع الستيري، يعني التعقيم. واليوم يعني ليفينمون لو بلوز امبورطون سي لا برودكسيون دو برودوي كوفيد. عندنا 3 مستحضرات تاع الكوفيد، هو الفيتامين دي ولينوكزافارين. عندنا هذه الوحدة يعني من ناحية الإنتاج السنوي
حوالي يعني طاقة تقدر تستوعب طاقة 252 مليون وحدة في السنة. من ناحية هذا المستحضر يعني عندنا الأوبجيكتيف أو 2022 تنتج أكثر من 17 مليون وحدة في السنة عرضة 2 وحدات. من ناحية الاقتصادية يعني حنساهم يعني في تقليص فاتورة الاستيراد من هذا المنتوج حوالي 12 مليار دينار، هو ما يعادل حوالي 6-7 مليون يورو في السنة. وإحنا يعني من ناحية الاستراتيجية للمجمع يعني استراتيجية المجمع نجيب مستحضرات يعني من نوع يعني من ناحية تكنولوجية يعني بناحية يعني مرتفعة جدا، يعني ما نجيبوش يعني على سبيل المثال باراسيتامول ولا هذا، يعني نستعمل في الديفلوبمون يعني مستحضرات اللي عندهم مستقبل من 10-20 سنة. من ناحية الـ يعني الـ التشغيل عندنا يعني نشغل من الصيادلة من الجماعة الكفاءة الميكروبيولوجي، وعندنا حوالي 300 عامل في هذه المؤسسة. من ناحية البيئية يعني نحافظ جدا على البيئة من ناحية مصارف المياه وكل أشياء هذه. بحركة يدها الضاغطة بحرفية على قمع الحناء البلاستيكي، تنهمك كريمة شعبان في رسم نقوش دقيقة وجذابة بالحناء على أيدي النسوة. اتخذت النقش بالحناء كهواية تسليها في وقت نفسه توفر لها دخلا لا بأس له. التغطية لمولاي عبد الحق بن عياد كريمة. من الرسم إلى النقش بالحناء، وهي الزينة التي أصبحت تتفاخر بها النساء الجزائريات استقبال المناسبات الاحتفالية كالأعراس والأعياد، فينقشن كفوفهن وأقدامهن بالحناء بنقوش مختلفة الأشكال والأحجاب. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. الرسم والفن التشكيلي بديتها من صغري، ملي كنت صغيرة بديت بالشخصيات الكرتونية والرسم على الجدران. توجهت إلى الرسم العصامي، شاركت في معارض عديدة والحمد لله، وطبعا مع الممارسة طورت من الهواية تاعي. ثم أردت أن أتوجه إلى ميولات أخرى مثل الحناء ونقش على اليد، وكان هذا رائد جدا في الولاية نتاعنا، والحمد لله كان عندي زبائن وعرائس خاصة في المواسم الأعياد والمواسم الصيفية كما نعلم. أردت أن يكون ثقافة عندنا النقش على الحناء، والحمد لله وصلت إلى مرادي. ثم أردت أيضا توجه إلى موهبة، توجهت أيضا إلى التصميم والخياطة، وكان رائد جدا والحمد لله نجحت فيه، أو أنشأت أول ماركة جهوية في ولايتنا والحمد لله هذا شرف لي. كذلك أتمنى النجاح في كل المجالات اللي دخلت فيها الحمد لله، الرسم، فن تشكيلي، الخياطة. النقش بالحناء والخياطة اتخذته كريمة كهواية تسليها وفي الوقت نفسه كمهنة تعينها في تسيير أمورها المعيشية. وراء كل نقش إبداع امرأة تعبر عن الفنانة التي بداخلها. استضاف مكتب خير الدين للجمعية الوطنية لكفيل اليتيم نادي الاتحاد الرياضي للبليدة، ونظم مأدوبة غداء على شرف بطلات النادي. المزيد في مراسلة تواتي بالعربي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله. إذن اليوم ولله الحمد في هذا اليوم المبارك نستضيف فريق المكفوفين اللي شارك في المنافسة الوطنية في دورها الثاني الخاصة بكرة الجرس.
هذا الفريق اللي هو فريق الجزائر العاصمة ولله الحمد راه متواجد معنا اليوم في قاعة الحفلات بانوراما وصاحب المحل بارك الله فيه باش يعني اكرمناهم بهذه المأدبة على الغداء ان شاء الله يجعل في ميزان الحسنات. ومن هذا المبار يعني نشكر كل من ساهم من قريب او من بعيد في هذا الصانع المميز ولله الحمد بارك الله فيكم وربي يجازيكم. محمد نادر نعمان رئيس جمعية التحدي الرياضي الجزائر الوسطى، جينا لهنا المشاركة في البطولة الوطنية لكرة الجرس خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لفئة المكفوفين. اليوم دورة ثانية لعبناها، يعني الحمد لله هنا الرياضيات اللي راهم معنا راهم داروا ماتش مقابلات مناح الحمد لله. ونشكر جمعية كفيل اليتيم فرع بلدية خير الدين لولاية مصغانم، يعني صادفتنا المأدوبة هادية ونشكرهم بزاف عليك الحمد لله قاموا بنا والحمد لله. واش تتمنى مستقبلا ان شاء الله؟ ان شاء الله يعني احنا رانا نطوروا في الفئات الشابة، يعني عندنا امام ذكور واناث، انا هادو قراو في مدرسة الصغار المعاقين بصريا في العاشور، يعني من تما رانا نخرجوا رياضيات والحمد لله يعني من المستوى اللي كانوا وراهم الان يعني طورت شويه وراهم هادو. ما عندنا زوج رياضيات هنا يراهم في الفريق الوطني لكره الجرس بنات، الفريق الوطني تاع الجزائري راحوا شاركوا في غانا جابوا لنا لاكوب دافريك غير كيما عندها واقيل واحد 3 شهور هكذا كل شهرين الحمد لله ميداليه ذهبيه وجاو، ويعني 18 سنه و16 سنه والكبيره فيهم 18 سنه، يعني الفريق انا عندي 18 سنه الفريق الكبير فيهم 18 سنه. انا صفاء جاوي اتلت في تحدي الجي، جينا اليوم من مصغانم باش نلعبوا الحمد لله كانت مقابله مليحه ربحنا، ونشكر جمعيه كافي اليتيم وكل اللي ساهم معنا باش وصلنا لواش رانا دركا. مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهايه نشرتنا لنهار اليوم، هذا تذكير بابرز ما جاء فيها. وزارة الداخلية تحذر الولاة ومديرية التربية من التعامل مع المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ. وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بالمهدي يصل إلى مصر للمشاركة في المؤتمر 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وتتابعون في نشرتنا الجزائريون يتضرعون لله عبر صلاة الاستسقاء في ظل الجفاف. نشرتنا تمت، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، مشاهدة طيبة لبقية برامجنا، في أمان الله.